شباب، في بطاقات العبور باخذ رايكم اول شيء في مبدا او اليه بطاقه العبور. هل تشوفوا انها شيء كبير وكويس وفعلا مهم للمتسابقه ولا عندك اسود؟ والله شوف، اول شيء كفكره انا كنت اتوقع ان الفكره بتنجح وانها بيكون لها صدى وانها تطبيقها على الواقع ممل جدا، فقره ممله حشو ما ارى له اي داعي. كيف تقول حشو الحين وانت تنتقد سعد غرمول قبل اسبوع تقول كيش يقول انها حشو؟ يعني انا اكتشفت يعني كلام سعد غرمول صح؟ نعم، اليوم انا اكتشفت ان كلام سعد غرمول صحيح. وقتها يعني ما اكتشفت. اي بعد حلقتين مرت من الفقره كلام سعد الغرمول صحيح هذه الفقره. طيب. اضافه ان هناك يعني محاوله تطفيش سعد الغرمول انا اشوفها. اليوم مفلح في الخيمه يجي يقول هذه بطاقة العبور وكأن المقدم يبتز المتسابقين فيها، أو هذه بطاقة أنا معطيها عبد الله الكيرعاني في تويتر. طيب تمام، وأنا منحتها عبد الله الكيرعاني في تويتر زين، ولكن الإدارة تقول لازم تعطيها أحد الحاضرين، فأنا بعطيك إياها يا مثلا سعد الغرمول أو بعطيك إياها يا فهد بن معيان. هل سيقبل بها سعد بهذه الطريقة؟ ما في أحد يحب التالي. يعني إذا كان منطقا ومرجلته ما حد يحب التالي. إذا أنت أعطيتها خويي في تويتر وصرحت فأنا لن أقبلها. يعني هذا في نظر، عشان كذا أنا أويت سعد الغرمول اليوم. هذا سبب رفض سعد الغرمول؟ نعم، ما في أحد يحب التالي. سعد الغرمول ذاك يوم في مداخلته كان يقول نعم أنا عادي أدخلها بس الفقرة مو بعجبتني، لكن بالطريقة التي طرحت على سعد الغرمول مستحيل أقبلها، مستحيل أي شخص يقبلها، لن يقبل بها أي رجل. إنك تجي تقول أنا معطيها مثلا هذه لك يا عبد الخالق زين، انا معطيها عبد الخالق، بس عبد الخالق اليوم تفضل يا فهد، هل ستقبل بها يا فهد؟ اذا قبلها فهي ضعافه. ضعافه. انت ما كان نيتك تختار، لانك انت ما انت مختار. بس اجبرتك يلا بعطيها. انت خلاص تدري دام ذا ما هو فيه. طيب. ما دام اساسا، ما دام المساله مسابقه واتصالات وتصويت من الجمهور، ليش ما يكون تصويت من الجمهور مباشره؟ خلاص. على السته اللي في البرايم، واحد منهم ياخذ البطاقه. وانت خلص من مساله اصلا الفقره يا رجال، مجامله. المقدم المفروض مسؤول عن اللي الحين اهمل الشيء الاساسي اللي كان عنده، تمام؟ توجه الى فقره صاله التميز، ايش التميز اللي فيها؟ ايش العجيب اللي يقدم في صاله التميز؟ يعني نفس فقره عادل بن هيف، اضافات مدري ايش، رقع يا مرقع اطلع فقرة. فقره عادل بن هيف شلونها؟ طيب. عادل بن هيف حلوه، بس انا اقصد صاله التميز، عرض تغريدات، عرض مقاطع، مدري ايش، شو الفائده يا اخي؟ يمكن اليه تقديم الفقره، بس ترى سيف استفاد من بطاقه العبور. استفاد، بس احنا نقول يا اخي غير الاليه، غير الاليه، غير الاليه، بحيث انك اجعلها تصويت، مثلا اجعلها تصويت على الستة اللي في البرايم، ما يحتاج مو على الستة، على الواحد وعشرين. على الواحد وعشرين ما يحتاج. ليش عشرة والمقدمين وأن الناس ما حد تحمس يا رجال لحد الآن؟ معلش فقرة، أنتم حتى تدرون كيف آلية التصويت؟ لا معلش، لا هذه الفقرة لازم تشال، لأن أنا أشوف أنها حشو، حشو كامل، ضيعون ساعة من البث. شكل إنقاذ بمسماه وكذا، فكرة حلوين، بس يمكن آلية تطبيقها مو لا لازم تغير. أنا أشوف أنها تغير، لأن وأنا أتفق أن آليتها لابد ينظر في آليتها من أول وجديد. أنا أتفق أن الفكرة مميزة فإنها تعطي المتسابق يعني عروة أمل وعروة ينجو بها، لكن أنا أقول لابد أن الآلية تتغير بدون الحشو الواجد هذا. المقدمين يصوتون والجمهور يصوت والجدران تصوت والمطبخ يصوت. شوفها فيها شوي، ها، هل هي الآلية فعلا ولا مقدم الفقرة ما عرف كيف يوصل آلية المسابقة؟ مقدم الفقرة أنا أحس أنه أهمل، هو كان موعدنا بالفوفيه ما شفناه، الحين اليوم 33 ما شفناه، صار شفناه أربع مدري يمكن عشر أربع أيام، خمسة أول عشر أيام وخمسة عشر يوم بعدين اختفى، صارت أطباق عادية ما عاد في بوفيه. مش الفكرة، معلش يعني بطاقة عبور أدخل وأكل، يعني أنا أكل 24 ساعة، وقفت على شو اسمه أكلك اللي بتحطني إياه، يعني دخلت لي صالة الفرسان أنت. هم حاط كذا أنها جو صالة الفرسان، بس طلعت صالة لا فرسان، طلعت صالة فيها كرسي مساج. أوه أنا يا رجل أنا وأسبوع جاء الكرسي، تدري المتسابقين يبكون أنهم ما حصلت لهم والله كرسي المساج اللي يجيبونه هنا انه يسبب الديسك ويسبب عرق النساء، ما هو ما يسبب ما فيه مساج. فننصح المتسابقين لا تستخدمونه، لا احد يسوي. طيب طيب على طاري بالله اعطونا معلش بشكل سريع، اعطونا مقطع مفلح اليوم مع الشباب في الخيمه، اعطونا اياه.